اوكي الدراري قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا عقلتو الفيديو اللي فات فاش قلت لكم حطوا ليا شي سميات يكونوا هربانين باش نسميو بهم الكلبه الجديده ديالي. سو دابا غنتعدوا معايا كاملين اين سميه غادي نديرو لهاد البيكيسا. قولي لهم شي كلمه المهم الدراري غتعدوا معايا كاملين شي سميه اللي هربانه. اول حاجه الدراري غنمشيو لاشين. هانتوما كيما كتشوفوا اسكت واسكت هنين اسكت كيضرب بزاف هاد خونا هذا. المهم الدراري كما كتشوفوا هذه هي لاشين. المهم قولوا لي مبروك 350 الف ابوني واللي ما تابوناش يهبط يتابونا ساهله. شوف ها انت وريهم كيفاش غادي يديروا. غيديروا بحال هكا على ديك اللعيبه الحمراء غدير لها تشيك وغدير اكشيفي الجرس تشيك وغادي تابوني ساهله ايز الدراري ايز. هاي غنمشيو بلاصه الفيديو واش كما كتشوفوا هذا هو الفيديو. ها هو غندخلوا ليه خوت تفاعل طاح العقدة بيبي كان في نهار تيضرب ال 100 كم. شو دابا في نهار شحال ضارب النبي داكشي علاش الدراري بغيتكم كاملين تهودوا نخبطوا واحد اللايك وديروا واحد الكومونتير باش العائلة العقدة بيبي ما تبقاش في هذا النيفو هذا حيت هذا راه ماشي النيفو ديالنا الدراري. صوم عليكم غير نتوما ديروا داكشي اللي عليكم ندير انا داكشي اللي عليا نزيدوا نطلعوا التفاعل وعلاش لا نحكموا المغرب نحكموا العالم. اصبروا ما طلعش نديرو التحريات ونقلبوا على شي سميه تكون واعره لهاد البشغوطه هادي. يلا زيد بالصحه والراحه. شكرا لك خويا رضا بون كوراج الله يحفظكم الدراري. شوفوا لي كومونتير زوينين كنقراو كاملين الدراري باش تعرف. اوكي هنا واحد قال لينا سميها كوين كوين عرفت ما بانش ليا الدراري كوين كلشي كيسميها. انا بغيت شي سميه ضيفيه رحت لك بزاف خويا شكرا سميها جولد. هادي سميه الدراري. شكون هذا اللي قالها ليا؟ خويا سعد السلواني شكرا لك بزاف عجبتني هاد السميه هادي. المهم تشاوروا مع المراه اللي غادي تسمى اش بان لك نديروا لك جولدن جولدن العقد كنيه نديروا لك العقد. الدراري اش بان لكم في جولدن ها مزيانه صافي مشات هي نيت ذهبيه جولدن والنوع ديالها جولدن ناضية. اوكي الدراري قررت انني غنسميها جولدن. السلام عليكم الدراري والبنات مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نوريكم كيفاش تحضروا ألد وأرخص أكلة للكلب ديالك وهاد الأكلة هادي اللي عطيتيها لكلبك فكون متأكد أنك غتكون تهليتي فيه مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا سيداتي وسادتي عندنا هاد الطابلة هادي. دابا غادي نوريكم المكونات باش تخدموا سيداتي وسادتي هاد الطبق هذا أو هاد الأكلة هادي. اوكي سيداتي سادتي اول حاجه غادي نبداو بها واللي هي فين غنحطوا الاكله ديالنا. ثاني حاجه غادي تخصكم سيداتي وسادتي الروز اخوتي. ثالث حاجه الخضره. الخضره غادي تجيبوا كيزو والقرعه القرعه هذه القرعه. ورابع حاجه دجاج. هنا عندي الدراري الكبده ديال الدجاج وهنا عندي دجاج بولي لا دان سيده شي سداتش. خامس حاجه واللي هي بيضه. بيضه بغيتي طيبها لا ما بغيتيش بغيتي تلوحها على خضره مع الربه. المهم انا غنوريكم هادشي كيفاش كيتوجد. كتشدوا الروز سيداتي وسادتي كتخوي الروز. المهم الدراري انا خاصني دابا نزرب نعم كنحط كلبه فيها الجوع وطولت عليها صراحه ما عطيتهاش اليوم الكلاش غير باش نصور لكم هاد الفيديوهات. سمحي لي الدراري باغا تعضني الدراري. لا 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 شوفي الله يسامح والله ها شو 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 الدراري شو باغي تشا هاك ها باغي تشوف شنو باغي دير شو 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 وباغي تعضج. شوفي لا لا كنوجدو دابا عافاك شو ميشا راه كاع ما شوفي باش تعرفي شو ميشا راه كاع ما كتطلع الكلاب فوق الطابله. سيري الله يهدينا ويهديك سيري الله يسهل عليك. كما قلت لكم كتشدو الروز هو الاول الدراري وكتشدو القرعه وخيزو كتقطعوهم مزيان وكتلوحوهم مع الروز يطيبو. شكون اللي قال لكم شكون هادي اللي قال لي حيد حيد بوراق السكريتش حيدو مابقاش ديرو. اوكي الدراري من بعد ما قطعتش هذاك الشيء حاولوا تقطعوا داك الشيء صغير ما امكن باش الكلب ياكل. اوف يا خليني نتصور دائما دموع. دابا غادي نمشي نطيب الروز والقرعه ومن بعد غنزيد عليهم الدجاج والكبده صافي هكا غتكون وجدت الروبه ديالنا. المهم غنمشي دابا نطيب هادشي ومن بعد نرجع لكم. وبما الماكله كطيب الدراري غادي نوريكم البلاصه فين ندير هاد الكلبه الحمقاء المصطيه. كما كتشوفوا الدراري ها هو البيت ها نتوما ها هو السيت اب ديالي كاين هنا تما هادي. المهم غنحيد هاد الناموسيه هذا. انت اش كدير هنا يا يوسف؟ انا كنتسناكم حتى الفيديو باش نمشي.
الدراري كما كتشوفوا هنا كاين هاد الميده حتى هي غتحيد ان شاء الله، واجي نوريكم فين داير الكليب. شوفوا معايا اش اخترعت لي. ها انتم هادي هي بلاصه الدراري، درت لها مجاره هنايا، ها انتم ها هي غادي نحطها هنايا بلا عرفتوا الدراري ما كتبغيهاش كتبقى تغوش، ولكن البلان ما خاصكمش تجيو عند كلب ملي كنتي غوش. اشنو مالك يا الدراري في الجو مسكينه كتسنى لي عطاه الماكل. شوف الدراري كي كتبقى دير، ولكن راه كتنقز هادي، راه كان كاين لي عليها بهاد الميده ولكن كتبقى تنقزها. مالك اش بغيت اش بغيت اش بغيت اشنو ولي 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 اش درتي؟ الله يهمك تعاودي ترجعي. والله حتى الدراري شو الدراري كي دارت ما يمكنش هاد الكلبان. يلا عاودي نتحداك عاودي يلا اش ليك بزاف مالك مالك ما عجبكش الحال ما عجبكش الحال اش بغيت اش بغيت طلعت لك الصراحه ديالك اشنو اش باغا؟ كما قلت لكم الدراري هاد البلاصه هادي اللي درت ليها راه غير مؤقته العشران، وغادي نشري ليها شي براكه تكون ناضيه شي دار تكون زويونه وغتشوفي غادي نحطها ليها من بعد. المهم هادي غير غنعدي ليها بها حتى نشري ليها شي حاجه اللي تكون ناضيه، ولا نصايب ليها شي حاجه اللي تكون واعره. هربان يوسف ما قلتيش ليا كي جاتك جولدن؟ ناضي والسميه ديال جولدن عجباتك؟ عجباتك؟ ناضيه احلف بالله جولدن ناكلو ناكلو ها ناضي ناضي. ما عندكش قشله؟ لا لا ها؟ لا 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 حلف بالله؟ والله الدراري مضارب معاه، راه هي تغلب وهي كتغلب. والله هي كتغلبني، انا كنمشي كنهرب منها. انت كتعض، باقي صغير وشنو هنا فاضيين. شنو هي شنو هي؟ اسنانها ماضيين. ماضيين. اوكي الدراري انا دابا رجعت لكم من بعد ما طاب هذا الشيء، ها انتم شوفوا كيفاش ولا داك الشيء. هنايا راه شو المكونات اللي درتو داك الشيء، ها انتم داك الشيء نقيقي زويون خفيف ظريف ما غادي تعذب معاه ما والو. ودابا جات الوقيته باش نعطيو الكليبه ديالنا ونشوفوا رده الفعل ديالها واش غادي يعجبوا ولا ما غاديش يعجبها. هنايا عندي بيضه الدراري غنفكسها لها هنايا. ها انتم الخوش كيف ما كتشوفوا ها هو داك الشيء كيفاش جا ناضي كناضي. اش هاي الكليبه ديالنا سكت فيها الجوع الدراري. المهم دابا غادي نجربوه ونشوفوا واش غيعجب هادشي. ها نتوما شوفوا الدراري كيفاش غدير لهادشي. ها يلا كول 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 كول. ويلي ويلي تبارك الله الدراري ها هو راه عجبها عجبك ها هو عجبها هي كتاكل فيها الدراري. المهم الخوش كنصحكم واحد النصيحه، الا بغيتو الكلب يولف لكم البلاصه ما يبقاش يغوت تعطيو الماكله ديالو في بلاصه. ها نتوما شوف كتغوت كتقلب على الماكله. ورقوا لي ورقوا اشنو بغيتي اش بغيتي اش باغا كتقلب كتقلب. يلا هاش هاش نجي نحطك حدا الماكل. يلا سيري كول يلا كول. اوكي الخوت حتى لهنا نكون وصلنا لافان ديال الفيديو. عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا واحد لايك وتابونوا فلاشير وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي حاجه لحتى، وتبعوا معنا الرحله مع هاد الكتكوته هادي الزويونه. واشنو الله 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 الغزال على الغزال كي الغزال انت. وكما شفتوا الاكله اللي عطيتها جد صحيه الدراري، فيها كاع المنافع اللي غادي يخصوا الكلب ديالك. نتمنى يكون عجبكم الفيديو وبيس عليكم، تسناو فيديو الجاي. قولوا لهم بيس قولوا لهم بيس.